আলদা মেহরম তু আ মুঝে পার লগা खाद तू जब मांगू तब भर दे झोली रहमत देखूं तेरी मैं कोई छू लूं इश्क किनारा किस्मत जागे मेरी दिला विच اسمعوا منيح شو بدي قلكن ديروا بالكن على حالكن وعم حذركن إذا بتتخانقوا مالكن رجع على البيت ماشي؟ بدي إياكن تنبسطوا مع بعض يلا بلا ما تتأخروا الله معكن فيك تشاركني تفاصيل حياتك فيك تعتبرني مثل أخوك وأعز إذا بدك دائماً الحياة بتعوضك أنا كمان خسرت أخي بس أنا هلأ صار في عندي أخ تاني يعني بتعتبرني أخوك رب دلا بچ بعرف هديتي يمكن ما تهمك أبدا عادي بيصير مشاكل بنتي بين كل اثنين متزوجين بهالدنيا وانتي وفرحان ما بتفرقوا شي عنه اسمعيني منيح حبيبتي بعرف انك مستحيل تنسي ارمان بهالسهوله هي بس انتي هلا لازم تعملي حياه جديده وتعيشيها مع زوجك وابنك شبني ليش عم فكر بفرحان كل الوقت؟ هو زوج زاري من قبل ما أتزوجه وهي أحق مني فيه إيه أمي نحن هلأ وصلنا ليش حبيبتي؟ مالكن إلا يومين ما طولت وفكرت رح تضلوا شي أسبوع وأنا هيك حسبت حسابي بس فرحان ما رضي يا ريت متزوجة موظف بيرجع الظهر على بيته أحسن من هالشغل الخاص يا أمي ما بصير هاد الحكي لك بنتي لكي زارين أنا بدي أعمل أكتر أكلة بتحبيها تعي تعشي عنا وعزمي صهري يجي معك كمان فرحان أمي اليوم عزمتنا على العشاء شو رأيك حبيبي؟ أمي فرحان ما بده يجي بس أنا جاي إن شاء الله بعتي أخي ياخدني ماشي حبيبتي ببعت لك كاشي يلا سلام شو كان صار لو رحت تعشيت؟ رايح لعند بلال اليوم ويمكن أتأخر بالشغل معه وبعدين ما بدي أخرك أكتر من هيك الحمد لله على سلامتكم الله يسلمك راني كيف البيت؟ كل شي بخير بس معلش يرتاح بعدين بتحكي له عن البيت رح روح لخبر المدام تارا بدها تخبر المدام خير شوفي وصل السيد فرحان على البيت هلأ هو برا ايه وإذا يعني؟ مانك مبسوطة؟ رجع من السفر وصار له كم يوم بعيد عنك وانتي هلأ عم تقليلي وإذا يعني؟ كان بإسلام أباد يعني قريبة من هون كتير شو صاير معك مدام؟ ليش مبينة متضايقة؟ راني؟ يلا جاية Thank you.
شو عم بيصير معي؟ معقول كون اشتقت له لفرحان؟ شو وينه فرحان؟ بالغرفة عم يبدل ثيابه. ليكي تارا، جبت لك هدية لإلك. يلا خديها. خير اختي؟ كأنه ما عجبتك. لا عجبتني، شكرا لك. اهلا وسهلا. انتي صرتي ارمله ولازم تلبسي بس ابيض، ماشي؟ اي اخي، بحكي معك المساء. طيب اتفقنا. زارين اعطتك هاد؟ ايه صح. ما تلبسي تارا، ما بدي اياكي تلبسي الابيض بالمره، ماشي؟ أستاذ لو سمحت اشتري وردة، بدي بيعن وارجع على البيت. قد ما بدك اعطيني حقها ما في مشكلة. لا شكرا. لو سمحت اشتري مني أستاذ. ما بدي. تعال لهون. كم وحدة بدك أستاذ؟ تنتين. تنتين؟ بدك ورد أبيض ولا أحمر؟ أبيض. أستاذ آسف بس ما معي رجالك. بلاهم. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشاي؟ جبت لك هاي الوردة إلك. حبيبي فرحان، شو اجيت؟ فكرت رح تتأخر اليوم. ورد؟ شكرا. جايب لي ياهن لإلي؟ يسلم. يلا لبسني ياهن بإيدك. كتير حلوة ريحتهم. شكراً. Thank you.
يا سلام، برافو عليكي زاري، حلو والله ذكية. شو اللي صار؟ اللي ليش مبسوط هلا؟ انت ما بتعرفي شو صار، اختي اعطتني معلومات مهمة يا امي. ومع مين عم تحكي قلي؟ يعني مع مين امي؟ مع زارين طبعا. كاشي عن جد الله يخلي لي اياكي ويحمي لي اياكي يا احلى واسكى اخت بالعالم كله. يلا قلي لي اختي مين ووين ساكن وشو بيشتغل كمان. سكوت حاجة تحكي، اهدى خليني احكي كلمتين. ايه اختي تحمست وبدي اعرف. انت بتعرفي انه ما رح ارتاح لحتى انتقم من تارا وبهدلها، بدي ندمها على اللي عملته. وهذا اللي بدي اياه، بس نحن لازم نجمع معلومات اكثر عنه. شو قصدك يا زاري؟ انا ما معي الا رقم. وهالشي ما بيكفي، انت بدك تجيب كل المعلومات اللي بتلزم، اسمه وشغله ووين ساكن. ماشي اختي، بس كيف بدي اعرف كل هاي الشغلات؟ طيب ليكي لا تشغلي بالك، لأنه أنا رح أتصرف وحل هاي القصة، بعرف حدا بيفيدنا. شكراً كاشي. حكي لي شو صار؟ رح أحكي لك أمي، الموضوع ببساطة تارا الغبية عند رفيق اسمه بلال، وبصراحة خالتي شوفي ليكي شو جاب لي فرحان. حلوين كتير ما شاء الله، الله يديم المحبة بيناتكن يا بنتي. فرحان ما جبت لها شي لتارا معك؟ لا نسيت جبلها. ما لازم تنسى حبيبي، بدك تحسب حساب التنتين. ماشي امي. شبك؟ ليش ما عم تاكل؟ ما في شيء. على شو عم تطلعي زارين؟ كملي أكلك. إيه خالتي. نعسان؟ ليك اللي زعلان مني؟ لا ليش؟ شو اللي بيخليني ازعل منك؟ قلت لك انه انا ما قلي شي معك، وما رضيتي قبل انك تعتبريني رفيق، يعني يمكن اطلع اقل من رفيق بعدين. لا يا فرحان، مو هيك كان قصدي. شلحت الإسوارة لأنه خفت زارين تعمل لك مشكلة، ما كان بدي إياها تزعل. فرحان أنا ما بدي يكون سبب بأي مشكلة بيناتكم. اعملي يلي بدك يا تارا، وأنا ما عم بحكي هيك لأني زعلت منك. الشي الوحيد اللي طالبه منك تعملي كل شي بيخليك مرتاحة، وبدي إياكي إنه تكوني مبسوطة كمان. ما بعرف إذا لازم أشكرك على اللي عملته فرحان أو لازم أعتذر منك. لا تحكي شي، فهمان عليك. روح لعند الماما.
يلا جاي لعندك هلا طالع اخي. كاشي باي. اللي لوين رايح؟ على شو مستعجل يا ابني؟ خبرني، شكل اليوم عندك شغل مهم. يا امي انا شاب ولازم ضل اشتغل لحتى امن مستقبلي، وانت بتعرفي في عندي كتير خطط لحتى نغنى، وكمان مشان رجع لها لاختي. ما عم بعرف من وين جايب كل هاللطافه والامانه. خبرني لشوف مين هاد اللي اسمه بلال ومن وين بيعرفها لتارا. انا رايح لحتى اعرف مين هو وكيف بيعرفها. شو هالاسئله؟ رح اعرف كل شيء. واضح انه انسان مهم، ما بعرف بس حاسس انه بسببه بدها تتغير حياتنا للاحسن. تعرف كاشي، موت واعرف انت واختك زارين على شو عم بتخططوا. مو مشكله، يلا روح هلا بلكي بتستفادوا. يلا باي. الله معك. مرحبا. ليش واقف؟ تفضل فوت لجوا، تفضل. ان شاء الله ما اكون عطلتك عن شيء. قلي شو اخبارك؟ انا تمام. شو بتشرب، شاي ولا قهوه؟ ما بدي اشرب شيء، بالعكس اجيت لحتى اعزمك. نطلع نتغدى برا اذا فاضي. وحتى لو كنت مو فاضي ما رح ارفض طلبك اكيد. معلش لا تاجل شغلك من شاني، بعدين لازم نبطل نتعامل برسميه بعد كل هذا الوقت. خلينا نتعامل كرفقات، هيك بيكون احسن. لا تعاملني على أني مديرك. هذا الحكي يقوله لحالك. تعرف بقصد، أنت بتفرض احترامك. تعرف قديش إلك رهبة؟ معلش أنا ما بحب الرسميات. جاوبني، لأنه في زبون بدي أحكي معه ورد له خبر. تمام، معناته خلينا نروح نقابله. يلا تفضل. خير، شو مضيع؟ مفاتيح السيارة. تطلع معي وبوصلك على بيتك بس نخلص. يلا بقى فرحان، ما في وقت رح نتأخر. ماشي يلا جاي. شكرا. يسلموا. الزبون ما عم يرد علي، خلينا نتغدى. ماشي. شكرا لإلك. ما خبرتني لهلأ شو هي هواياتك. مو ناقص إلا تسألي عن هواياته. هو شاب ممل كتير، بيقضي النهار بالمكتب وبيروح المساء على المشفى. هاي كل نشاطاته، يعني فيكي تقولي هواياته يعين المرضى تبعه ويداويهم لما يكونوا بالمشفى. يعني هو دكتور، عنده عيادة لإله ولا دكتور بالمشفى؟ تعرف يعني الحمد لله ربنا عطيني أكتر ما بستاهل، وما في شي ناقصني، ألف الحمد لله. بس في شي منحاول إنه نحصل عليه بس ما منقدر. مظبوط، ما حدا بيقدر يحصل على كل شي، بده يتعب ليوصل. تماما. بس في عالم بعرفهم عندهم كل شي حاليا وبلا تعب ومو مقدرين النعمة. كان التوفيق عم يحالفهم، بينما في حدا غيرهم عم يتعب ويعمل كل جهده حتى يوصل لنفس هدفهم. لك لا تنزعج من كلامي، ما بقصد شيء وما عم لمح لشيء أبدا، عم أحكي بشكل عام. وبعرف هاي هي الدنيا. بشو عم تفكر؟ عم احكي لنتسلى بس. عن جد؟ ليك منيح وضحت، لانه انا فكرت انك عم بتهاجمني بطريقه غير مباشره. لازم تتعود علي، انا بحكي كتير وقليل. على هالحكي انا لازم حاول اعرف ايمتى عم تمزح وايمتى عم تحكي عن جد. صح، اذا بدك نصير رفقه. بدي تنسى كل شي عملته معكم قبل، بدي اياك تسامحني واعتبرني اخوك الصغير. بس مو كأنه تأخرت حتى تعتذر. بعرف، وانا ما كنت عم استرجي احكي معك من قبل، لهالسبب ما اعتذرت. ليكي ارمان مات وهو بيحبها، وزوجها الجديد بيحبها وعم يدللها امي، وعم حس إنه زوجي ما عاد لإلي. شو جنيتي بنتي، لا تحكي هالحكي الفاضي.
انت محظوظه مو مثل هي المنحوسه درتك تارا، لانه ما بصدق انه كان ارمان يحبك لهالقد. هو كان عم بيمثل، واخوه فرحان ما بيحبها بس شفقان عليها بسبب وضعها. لا مو صح امي، انت ما بتعرفي فرحان منيح. انا اللي بعرفه هو بيحبها وبيموت عليها. إلا ما بحبها بنتي، لا بحبها ولا شي، بحب ابنها يمكن بس. قلت لك إنه هو شفقان عليها بسبب وضعه وحابب يساعدها، لأنه هلأ فرحان مفكر أخوه مات بسببه. بس ما رح يضل هيك، مع الوقت بروح الإحساس لحاله، ولما رح يكبر أرسلان بتشوفي ما عاد رح يطلع بأمه. لازم تتقربي منه يا زارين وما تعطيها فرصة. إذا أنت قدرت تسيطري على زوجك رح تفوزي، ورح تاخدي كل شي معه إلك كمان. فرحان بيحبها يا أمي، بس رح يتغير من ناحيتها لما يعرف تصرفاتها الغلط بالماضي. منستنى بس لشوف قصة الدكتور. بنتي شبك برد الشاي ولساتك واقفة. ترى شبك ليش عم تبكي؟ شو صاير؟ حدا ضايقك؟ زارين حكت معك شي؟ خلص أنا رح شوفها. لا ما في داعي، زارين ما حكت معي شي اليوم، بس أنا زعلت لأني حاسة حالي مشتاقة لأرمان. يلا رح اخذ الشاي مرت عمي. السلام عليكم أمي. وعليكم السلام. وين صرت ابني؟ جاي. خير صاير شي؟ ايه أنا لازم أحكي معك اليوم بشغلة. طيب أنا جاي 10 دقايق وبكون عندك. ماشي يلا سلام. خير صاير شي عنكم؟ لا أبدا، بس حكتني أمي لا تسألني ايمت رح أرجع. إذا ما بدك تحكي لي ما رح أضغط عليك، بس من وشك مبين صاير شي مانو منيح بالبيت. خلص ما رح نق عليك، بس أنت فيك تثق فيي فرحان. إذا الشي بخص حياتك أو بخص شغلك رح يضل بيناتنا. رح أحكي معك كدكتور وقلك إنه القلب مو بس لضخ الدم بالجسم، إذا خبينا في الشغلات يلي بتضايقنا رح ننزعج أكتر أكيد ورح نتعب، لأنه عضو ضعيف. لهيك نحنا لما نحكي منرتاح وبيتحسن مزاجنا. بعد موت أرمان صار وضع البيت مكركب، وما عاد أقدر أتحمل المشاكل كل يوم. كل الوقت بلاقي أهلي متوترين واللي بنيته عم بيتدمر. لا تاكل هم فرحان،
كل شيء رح يتحسن إن شاء الله. تفضل اشرب شاي. وبعرفك على أمي ومنقعد منحكي شوي عن الشغل. لا خليني روح هلأ وبزورك غير مرة إن شاء الله أخي. ما بدي عزيمة لعندك يعني. يلا نزيل ما بتتأخر. ما أنا زبطة. بدي إياك تعزمني على العشاء. بدي إياك تتكلف. طيب بتقدر تجي إمتى ما بدك. نحن صرنا أكتر من مجرد رفقات. ببساطة لأنك صرت بيت أسراري هلأ. لا تنسى نحن أخوات فرحان. ولازم تعرف أنه من واجبي أني ساعدك وحابب صير أنا من عيلتك. وما رح يصير هيك إلا إذا أنت عرفتني على أهلك. أكيد. بالإذن. إذنك معك. سلام. سلام. كأنك طولت اليوم، إلك زمان قاعد مع شريكك. شو عرفك إني كنت مع شريكي؟ إجا شاب من عندك من المكتب ووصل السيارة، وهو يلي حكالي. أمي بغرفتها؟ إيه. ابني انت كل تصرفاتك غلط. ليش شو عملت امي؟ انت ما عم تعدل بين نسوانك زارين وتارا يا ابني. يمكن ما عم تقدر تنسى انه تارا ارملت اخوك وانها كانت تحبه كتير كمان. الموضوع مو مثل ما انك مفكرة ابدا. لو شو ما كانت تارا ما بيهمني، وانا بعتبر انه هي مرتي هلا. بس بتعرف إنه ما بيكفي تعتبرها مرتك. أنت لازم تدللها وتعاملها على إنها مرتك وتبني حياتك معها على هالأساس. بعرف إنه مو سهلة. يعني أنا ما عم حاول. اسمعيني، معقول مانك منتبهة يا أمي إني عم بعمل كل شي لحتى أسعدها؟ شو بدك ساوي أكتر من هيك؟ عم تغلط لما عم تتركها لحالها وما عم تهتم فيها أبداً. شفتها اليوم بالمطبخ عم تبكي ومشتاقة لأرمان وحاسة بالوحدة، وأنا قلبي تقطع عليها يا ابني. اسمع، نحن غلطنا لما أهملناها ولما تركناها هيك تعيش ذكرياتها معه بلا ما نساعدها. ابني لازم نحاول. حاول تترك أثر مهم بحياة مرتك تارا، وبدي تحاول تعمل ذكريات جديدة معها. قصدي بدي تحس إنك جنبها وما أنا وحيدة بعد المرحوم أرمان. وعدني تعمل هالشي حبيبي. وعدني تنسي الحزن والقهر يلي عم بتعيشه. بوعدك نسيها يا أمي، ورح أعمل كل شي بقدر عليه لأسعدها. خالتي، أمي. شبه أمي؟ شبه أمك؟ خير؟ ألو؟ خلصنا زارين، حاجتك بكي؟ هو جرح صغير، لا تخافي رح يطيب، ما هيك اختي؟ ايه بنتي خلص اطمني انا منيحة. كاشي ما لازم يتركك لحالك كل هالوقت يا امي. لك اخوك شو دخله؟ ما دخله، هو عنده شغل راح مع رفيقه لانه دق له، وانا متعودة اروح لحالي، بس هاد الغاب الشوفير ما كان منتبه وضربني. يعني اخوك شو له ذنب بالموضوع بنتي؟
نصرة، ما دخله الشوفير، انتي يلي وقفتي قدامه اختي، خلص انسي يلي صار. شو عم تحكي انتي؟ هلأ عم تتمسخري علي وعم تمزحي وانا عم موت من وجعي؟ لو سمحت فرحان، ممكن تحكي مع كاشي خليه يفوت؟ ما بدي يفوت على البيت بحضورك. انتي بدك يجي؟ انا عم ببكي من وجعي وانت لسه معند، بترجاك تحكي معه يجي. نفذ لي هالطلب ولا تخجلني. اختي ممكن اطلب طلب؟ بدي اياكم تناموا عنا اليوم. لا ما فينا يا اختي، لانه تارا ما بتنترك لحالها، وبعدين انت لازم ترتاحي شوي. اما انتو هلا تركينا بالبيت لحالها، انا مو حابه ضل لحالي، خليكن عندي، حابه تضلوا عندي. خالتي بترجاكي لا تروحي. شايفه وهي زارين بدها اياكي تضلي، لا تكسري بخاطرها. يلا بنتي قومي اعملي شاي لنشرب ونسهر سوا. ماشي. انا توجعت كتير من هالضربه يا اختي، والله ما انا سهله بالمره. لو بتشوفي وقعت بالأرض وما عاد حسيت على شي، حاسة كأني ماني قدران اتحرك من الوجع. أخ متت متت. رح يخلص شحن موبايلي، هلأ بيطفي بسرعة. هاي اجيت لعندك. ليك فرحان، انا بعتذر على كل شيء عملته معكم من قبل، بدي تسامحني وتعتبرني اخوك الصغير. بس مو كأنه تأخرت حتى تعتذر. ايه بعرف، انا ما كنت عم استرجي حاكيك من قبل ولهالسبب ما اعتذرت. المهم عرفت انك غلطان بالاخر، ما عاد بدي اياك تعيد هيك تصرفات بالمرة كاشي. ايه حاضر. بعد اذنك فوت لجوا وانا هلا بالحق. أهلين تارا. مرحبا. ما صار وقت ترجعوا؟ هلا بدنا نمشي؟ ليش؟ خير؟ خايفة لحالك؟ ليك فرحان، انقطعت الكهرباء من شوي وعم دور على البيل لضوي بس ما عم لاقي، وموبايلي رح يخلص شحنه ويطفي. معلش تستعجلوا وتجوا بسرعة، يعني تعال ما تخليني لحالي. لا تخافي، نحن رح نطلع فورا وخليكي هادية، اتفقنا؟ تمام. يلا أمي يلا نمشي. ما راح تروحوا يا ابني، خليكن اليوم عندي.
ليش خالتي؟ ما في داعي نضل هون، انت صرتي هلأ كتير منيحة خالتي. إذا زارين حابة إن تبقى معك ما عندي أي مشكلة، بس أمي تعالي معي على البيت إلا إذا حابة تبقي. قولي لابنك حابة تضلي، اقنعي أختي. طيب ابني، خالتك تعبانة وبدها يعني ضل عندها، خلص رح أضل. إيه فيك تبقي، وخلي زارين معك، أنا رح أروح. يلا سلام. شو؟ وين راح فرحان؟ ما لازم يترك تارا لحالها بالبيت، راح لعندها. راح مشان تارا؟ بس كيف ما بيقلي؟ اختي شرب الشاي هلأ بيبرد. فرحان؟ فرحان؟